السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بعد انت هذا الشيء أنا وما دام هاي وأنا هاي نرد دلالة ورد قدواقة ورد سرادة وعلي رأى حسن عمر عقاية حسن عمر عقاية اللي رأى وعلي رأى انتان كهرة شايكون نقطعي وحالي لين هدو دوما ماشو دوما رير كيسو انو جيرو مداي تام كهرة كما جيرين أنا خيرا ودور شريس كما جيرين لكن مانتا نيغور هي مانتا مانتا نيغور هي مالا هيدا عبد الله وعندنا سنتين وعندنا سنتين بقول كيما بقول وعندنا سنتين لكن رد الله هذه آد بعض ما سنتين مانتا وجينا نفرح دين بلان بانك اركا هذه آد بعض ما سنتين ماشي مانتا وحافر اذا بيش يدل عبد الله walaalahan afgaabna way nisu gaayaan ee waa maasantiin waxa kale oo mahadsan reer afgaab oo fariintuna soo faray ahayd reer dal abdullahi soo tashada wiil noo keena ee waxaan malayn reer afgaab abaal baan noo yaala een 10 sano waxa kursiga ku soo jiray abdullahi tuuluu waxaan siiyo ku wareejiyay dalal abdulle haddana maxamed daahiyo 10 sano siinay ودمست ما أنت إنك أجاني وقت جاني أفقاب صنع الله حين دهن دل عبد الله كرسي إذن كاس كله منو كان سلا من كاس أو مشرعها أو تونتي سبنتين كي سوي استعجل صوت رتمي أي الله صبح نهضان لدل عبد الله من كي من أرنتي سما أنت دل عبد الله يا نشان أوي ماني وان سوق هذا ناي وان سوق شري وان سوق جرجري ناي فريق بلن بالقصو قلي وأنا كسر هالشيء ما أنت دل عبد الله لبايا يهامي يديرتو ماشي اللي راسب كونتي ده ده أنت كقوان تاعي يا كونتي جاري سبانو إذا الله هاي أنت دل عبد الله وحن كسر ترشني عبد خير عبد الله دو وان سوق عني ما يرقى دين دل عبد الله وان ناسنتين وان ناسنتين أفقام سوق عنده ونسوها أنا دوانا ونانو جينا أفقام نونو سوقها يا ورنجا قدامي وحيضا أفقام وقبا ملع أرنتو مادري واتن ما أنت أيوال كيدي قانا نوطا ما أطي وبالله توفيق أنا يعني هذا الوين مسي قبل السيدة في قالب كأنا دكت أما برسوي كأنا لما قيدها كأنا لما إيه لكن ما أنت وحان ربا إنان هذا الله أول كي وحوكو السابسة هي نين محمد سياد بخير اللي جري مدحوين هيا وحو سؤالي جري نين لده عبد الله حاجي وآد سؤالي جري وهو يزديي جال مدحوينو جامعة ديت كقرين جبسي وحو يري مدو هاي ارقا كقرين جبي هذا ان بدن بنجوي خيارة بدن ما صوم مرني خسارية فايدان مرني طول اسقلعة واسقنين يكون موافقان اركي جني مدو الوحي كده ميسان اركي جني ما انت بحا فرحد ايه انت نقدر عبدالله او سوء مواطي او اسكو موقف ادبر وفرح سنة waxaan kaloo ku faraxsanahay anaga tolka markaan ay duqeyd waxay dhigi jireen ninka moongarashadii iyo ninka daran qabashadii iyo tolka tolku yahay haddii loo gartay maanta sheekh Khayro Abdullahi in la soo qaado oo dib xi kale laga reebo ayadan farxad weyn oo kale ii sii tahay waxaana ka baryay meesha maan ku lagu sheegay in meel walbo inta joogto dhan ay qaadataan aad yaanu soo dhaweyn hayaa han jeclahay inay inta la qaadato oo ku ducayno oo ay qaataan aad u jeclahay uur kulli allah naga dhigo reer dalal waa saddex jilib saddexdiisii jilibna meesha way fadhiyaan reer dalal baan kala maarmin reer afgaab baan kala maarmin muumin xasan baan kala maarmin cawlihan baan kala maarmin cawlihan waxaa u dhexaysa boqorka iyo magta boqolka wuu isla bixiyaa habeen iyo dharaarbo marka dalal xaggee joogaa afgaab xaggee joogaa
مرك هرتو بالسيدة هال أجادو نينك الرهاد دلوا يربيح بيح وصعدو وروالو انت كامجر تسار نقو هال يرهادو ودك توح الله وشيكو خيرو كل كان وصار نقضو خيرو حتى ما نقادن ان انو نفانتي مالينك اوريقة كوباد او باللابي انت يري قبلا هي ولاش اي ودن مالينك سان او قاضي سيدي بان او قاد سانا سيدي بان او وضا سيدي بان او حمبار سانا ان وحاويو رافقا وحال الشيقة هيا حق بدن اینان آغاز سمر نی او کرسی بدن اهل دنوسار نه اینان اون سمر نه افکام نیم این خدین نه آنها افکام کمان ندارن این میاه سو افکام منیه یا افکام کمان مارن نه آسگان آنها کمان مارم کرسی وین هدن اون سعده کرسی گیر بو اون سعده ولی اسکوب بهانی بودا قبای یه بی قبای اسکوب بهان و حال این شیعه آخره افکام اون شیعه قاستن هذا الذين هذا الجوهر جرى جوهر دلقات كمان نقدر ما هذا ما ما هارينو ما هاري دونو نكير ربع ريا أفقاب إنه ججبيو أو دميو أو ربع إلهي بالله حساب تمي حقا أنا ناهيرين ريا أفقاب سمر كان أسمرين حقا بقر كان ناهيرين هذا العبد اللي وحان ربع سلا إنه أجاده سلام بعدي هذا أنا داد که و می مقاله میو مقاله مقاله داد که جو می هانی، لکن اگر من خودش دواده و مارشی لگه جلهایی انجوگه، هذل هات دنیکی گوری اویری، عبدالناصرها، یا آنگاه وجود دهنا، محیطهای، و دقیق جوگان رگارس، مش هان تلاگوست تلحان هدی سرکه تلمل، افکار داد بیا کشته میکوی علی، لیف کانو وقت و مش هست وگاه. وأمد بدكارة كل هذا الله عندك عن وان مغلا محيي الله يرهادي عن السنة عيوق حلوان دقي سنة نيك هذا بهذا الكسوة الله مغلا كو أنكو فارحني وكو أنا عنو بين القناه يعني وحني لي شيء النجا ما نمك أو حسين دقان مسوي استعري مركه واحد رثس أو قتر سوري داهية لبن نبنا إمات وقت أنا حجر بول بنك سوق مش حجر بول يرا يعلم قارب نبى مي يقانبو موقع حسن والدها وحنيني شيء لمني نورهر أفقاه سعتر نايمات ويبنعين إلى لمني بكهرش نهر دلبه نهادو ودن تايو حلديه جري جبحر صمد من الله هون حارست نيك كره دلس ونولي حتى لواني وحيد دهن وحين ندهن صدّن سان يرافق أبكم غنا كرسيه واسين ندهن صدّن سان كرسيه عن كم غنا يعني ما أنت أسرة شرفنا أسرة قاقنا وحنا من عوليها نيرهر أفقاب وحماش الجوار رأي أفقاب وان بالنهاية عوليها نون عند وقات دنبيل بان وذين صدق كعسان دتم بان نسين دنبيش عوليها نادي سين وان دقن ما أنت عنا قارف من أني دنبيل نلو قاتونا لدرس عوليها ما دست ما ندرس تين بده ها بالليجر ها يا الليجر وحن كل شيء صدّن كسر الدمبيش خج عساك هذا حدا الدمبيش كون نقطة مركو الله بس أنا وداعي كوجري ما أنت حدا واحد الدمبيش خير أفقه قاله ورجع سها كده أنت هو بعد أنت كيكل هذا الدمبيش ولا سور أفقه الدمبيش قارن لها وحوى سقاه هذا إلا كرسي وحاسكلا عليها باسكلا سد وصدّن كسر يروح بعدين كون نقطة خج وحن وشيء صدّن كسر إنه نوع عليه ربو بل صدّن سنة هذا عن هاي سنة أو ماشي عن جدنا عن برج أيها كذا تجناه هنوع لنا عن لا نمك أيها كده أنت الله عندك لك الجوع وهذا مغرض أنت أبوكي عثمان بوهانك مالك أفكاير أعرفك عبد أنا وأنا شهد الله عبد الله قرابنا وأنا ولي بدخري أنا مركي دولا صراع شو ورث من جديد بان عرفك يعني قلنا أنا أفكار مالك الحوير صدق كسرنا الدميش وذن وان دعنا نكلا سواها ما أنت عد أضيع الأعضاء هيدا ما حد مشى وعلسه أنا وحنا هنا هذا الله أن أريدته مارك إن شاء الله وتعالى أولا إله سبحانه وتعالى أن كعب صنه إله آياتك سحكولي هيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين هذه أن هاي آيات إن بدنا نرد الأخرية بأن ملينا بل سددك وحال مدولة ليال آيات ما أنت إنه المانسين
intan meesha ku jirto Allah subhanahu wa ta'ala hadii aan isku dhimno Ilaahay aan ka cabsano oo nisaan wa rijaalan nin kastaba ninka kale oo run u sheego een hadafkaadan waan gaarayna waxna uu noo mira dhali marka hadii aan tan saca ma laha walaalayaal marka walaalayaal hadii aan maartay aan run isku sheegno hadafkaanagana waan gaarayna waxna uu noo mira dhali balse hadii aan ee barkaana oo dhiraan dhirni ugu jiro maartay qodax yar oo maartay ciiraan cire midda weyn waa la arkay adaa iska bixin kartaa ama walaalka wad dhigi kartaa iga bixi balse wax yar oo ciiraan cire la yiraahdo la jira ciiraan cire hadduu ugu jiro wax noo soconaya ma kursigan aan u taaganahay oo u taagan la rabna maanta walaalkay khayrow abdullahi waa kursi cawlihan u nalaliya waa kursi raaf gab kursi reer dal kalima aha marka walaalayaal wax in la fahmo ayaa aad u fiican een raaf gabna magay maartay asagana waxaan maartay aan ka dooneyna inuu maartay shoomada uu noogu jiro uu nooga baxo shoomada uu noogu jiro he inuu nooga baxo waxaan u maleynayaa khayrow maanta kursigan mudnaan ay u leeyahay li'annahu maxaa yeelay shalay ninkii taagnaa ee dhacay buu ahaa qofkii dhacay ee walaalkay oo burburay ayaa maanta mudnaanta iska leh hadii xaq ilaahay loo hadlo maanta kursigan aniga iska leh hal isiiyo oo lagu sagootiyo diyaar waan ka qancin markaa iyada ilaa haddii la yeeli waayo hadda aan ilaa ma tirsanayo haddaba ogaada ma garanaysaan hadda waa inay mahadnaqaya alxamdulilah dadkan intan meesha rag iyo ducaanba wax weyn iyo wax yarba mabaxaba karaamaysan ilaahay ama dar khayr qabo ilaahay loo kale koob aan ku nasano oo ku noolaa nolosaanta ilaahay ilaa soomaaliya ilaa meesha meel roob ka dhacay lala sheegin inay ilaahay roob nabad iyo rasood ilaahay nasan maanta intaan meesha iskugu imaanay reer dale cabdille dalal cabdille iyo dalal cabdille warsamo jadiid jadiid cabdille iyo aadan cabdille dalalka atuurka saasu ahaa intaasaan faxsina maqaanyaa faxsinana waxaan intaa haddaan nahay reer dalal waxaan u maleyn kursiga maalinkii annaga aan damacno aan damacnay raafkaa buu damcay ninkuu horreeyay wuxuu ahaa toli waan jooga aniga ilaa kula mahay toli waxaa la yihi toli baa naga daranay maloo maalaysataa iska jog shaqaa haysataa ni walba oo reer dalal oo isheega waxaa ladhahay hebel baa kaan daran iska dara waa soo dooranay ma waqtigeeda baan annaga dabaanay wax reer dalal maanta lagu dadbo oo la yidhaaho waxaasaa lagu dadbo ma jiro waxaan rabnaa oo meeshan iskugu imaanay khayrow cabdullaahi buu inaan qaadnay oo maanta isaga ma ayuu wax kale aan jirin inaan meeshan isku imaanay oo la yaqaano jiritaankiisa iyo wuxuu qaban karo maanta markaan soo hawanay wiilasha dalal cabdilla way akhrisanayan kulli aabahood jaamacad buu ku jajabay waxaa u horeeya cabdikhayr cabdullaahi dhuow haddii keetiga laga hor istaaho kuwa dambe seeladhii majoho bay dhaqayaan waxaan rabnaa maanta sidan aan nahay dalal cabdille inaan ku socono ree afgaab walaalahaanna waxaan rabnaa inay maanta na qaadaan baas cabdi diyaarina abubakar salaam baan idinka wadaa oo saaka usoo saamin wey inuu halka soo gaadho 104 qur-aanka meesha reer dalal ay fadhiyaan igu salaam bay ugu dhahay marka salaanta waa ka gudoontayn baa filayaa midda kale aniga waxaan filayaa xogogaal baan u ahayn arrimahan reer afgaab intooda badan waa dad wanaagsan laakiin dad yar oo kooxa yaa wax dhalaynhaya dadka ayaga aana baaqan u dirayna maanta waxaa waayo reer dalal saddexdiisa boodba way shireen way isku yimaadeen ninkii mudnaanta lahaa maadaama labada wiil laba wiila walaalo ay yihiin yay soo qaateen muhiimadda waa intaas
marka ayagana kalsooni waan ku qabnaa oo wixii aan soo qaadno inay nala qaadayaan waan ku kalsoonahay oo kalsooni fiican baan ku qabnaa een wax kaloo hadal oo dhahay ma leh wax walba waa la dhameeyay marka intaas aan kaga baxayaa waxaan soo qaadnay Khayrow Cabdullaahi Dugow maninka maqan baa jira reer dalal guddi waan ku wada idil midda labaadna waxaan leenahay reer dalal sanadkii 2017 waxaa ka taagnaa Khayrow Cabdullaahi Dugow maxamed baa la taagnaa maxaa daahiya daahiyada ilaahay baa u qoray oo waa newton ahoo reer afgaab reer dalal meesha ugu badnay laftigood way waday wayna ugu soo riday wuuna soo galay laakiin mar walba reer dalal laftigiisa mudnaantiisa waa in la siiyo mudnaanta uu leeyahay reer dalalna waa inay always oo ay tahay inay laga asaga laftigiisa laga tilaabsan waayo ilaa iyo hadda waqtiyaha annaga hadda inkastoo nin dhalinyaro aanahay waqtiyihii hadda aan ogaa intii hore nin reer afgaab baa la soo dhisitay maxamed daahiyana toban aad u dambeeya asagaa qaatay marka waxaa waaye mudnaansha hadda reer dalal hadday waqtigeeda ay joogtaa haddana lagu ayaga laftigooda laisuma diraayo lamana kala dhexgalayo marka mudnaanshana waa in la siiyo wiilka Khayrow ah ee last time soo tartamay ruux kale oo reer dalal ka taagan ma jiro oo aan wiilka kale taas weyni dhacda horta dhigiina reer dalal wada maqashi ninkaasaa taagan nin kale oo reer dalal oo taagan ma jiro kolkan meesha uga soo kacay midnimadiisa iyo isku xidhnaantiisa iyo doorashada ninka la yidhaaha Khayrow Cabdullaahi Dugow oon anigu aan xabaarsanah intaan markaan ka gudbo anu meeshaan ku koray een ku dhashay waa gedo waxaan ahay dadkii gedo markaan soo faalleeya Khayr Dalal Cabdille oona kala qaadaynin een aan u yeelayna oonana dhexis aan gelinaynin hadda waxaa lalaga yidhaahdaa meeshaas dalal guura haya hadaad aragto dan u guur ma aha dalal baa ka horreeyo sidii uu isku xirnaa Khayr Dalal Khayr Dalal uu guura hadaad aragto dalal kala ka horreeyo ma ogeen dan kale uu guuraa ma jiraa isaga baa israadsanaya dalal isku ah dalal kula barya haddaad aragtana yuusuf kugu qadin dan baa kuu keentay reer afgaab saas ugu baxanta reer afgaab kala yaali reer dalal kala yaali yaallo oo kala sorsocdo ilaa iyo bay iyo gediya waa soo anay harteeda toogmo meeshan hadduu joogana reer afgaab isagaa dhisaayay awliyahanka isagaa dhisaayay reer afgaab isagaa ka aha madax etoobiyana isagaa madax ka aha reer afgaab marka dhiid u dambaysa la gaaro reer afgaab isagaa hogaanta u qabanaya reer dal gala haddaad joogna lislaasay waxaan hadalkayga ma sii badinhay anigu waxaan ku soo gunaanadahayaa oon ag dhigahayaa oon ku xambaarsanay oo midig iyo bidixu ka dhigahayaa reer dalalow midow waxaa la yidhi waa caano ilaaloo la aruuriya dadka isku imaanayo afka isaana nin walba imaanayo waxaa la rabaa hay-adu isku kordhin wixii adi kaa maqan nin baas kuu soo sheegi hadal lama wada ilayn karo waxaa la yidhi boqol hadal may layso aniga hadda hadal waa lilay waxba kama tegin shirkan maanta isugu imaaday inta dhana reer dalal Cabdille ilaa eernimada waxyaro goosin cadayaan hay waa nuugti intaa dhana wada aan raasir waa nuugti laangaaf